السلام عليكم. ان شاء الله اليوم غادي نخدموا هاد الدرس ديال البغيوش صالي بحشوة رائعة. كيف ما كتشوفوا درت منها بغيوش، درت منها شهدة. اتمنى تشوفوا الفيديو حتى الاخير باش تحصلوا على نفس النتيجة اللي تحصلت عليها. انا حل لكم واحد الوحيدة تشوفوها كيفاش جات روعة. شوفوا كتجي معلكة من الداخل الحشوة اللي درت فيها. خليكم مع الفيديو وفرجة ممتعة إن شاء الله. المقادير اللي نحتاجو لها لهاد البريوش: عندي نص كيلو ديال الطحين 500 غرام، واحد الخمارة، نص معلقة صغيرة ديال الملحة، هنا 150 غرام ديال الحليب. نديرو لكم بكاس عنبة باش تعرفوا شحال القياس. كاس تاع الحليب، كاس تاع الزيت البلدية، معلقة كبيرة ديال السكر سنيدة، معلقة كبيرة ديال الخميرة فورية، جوج معالق ديال البافو، وعندي جوج البيضات. كل شيء تعجن هنا. ثم اللي عندكم العجانة ديروها عندكم بيديكم، عجنة وما كاين حتى مشكل. بحال بحال، بسم الله. سكر، ملحة، خميرة، بافو، البيض، زيت، الحليب. ندير النص والنص تنزيدو من بعد، تنشوف على حساب الخليط تاع على حساب الطحين. ها الخليط اللي تعجن ليا، شفتو كتجي العجينه شويه خفيفه، هانتوما شفتو بحال هكا تكون مدلوكه مزيان. وكذا المقادير كلها ما كتخليو حتى شي حاجه. الحليب دخل ليا كلشي، كاس كبير 150 ملل ديال الحليب دافي دخلت كلها. دابا غنديرو في هاد الباسينه هادي، بسم الله، وغادي نغطيه بالسلوفان ونخليه حتى يضاعف الحجم ديالو. ونتلقى لكم حيت خاصو يخمر جوج الخمرات، يخمر ونعاود نهبطوه، عاوتاني نخمرو الخمره الثانيه ونعاود نهبطوه شويه ونخدمو به. نديرو على شكل كره بحال هكا بلا ما تدهنوا الطاوله والو، راح تفيه الزيت ما غاديش يلصق لكم. نطيب دولي السلوفان، شوف مضى شحال كيزوين، يجي زوين ديال البافو، يجي غزال. نعطيو نخليو حتى يخمر لينا ونتلاقى معاكم. عندنا دابا مقادير ديال الحوش. دابا خلينا البغيوش كتخمر الخمره الثانيه، ندوزو المقادير نوجدوهم حتى هما. عندي واحد الحوك ديال الفرماج الابيض هو هذا، عندي السيبولات غناخدو منها شويه ماشي القبطه كلها، عندي واحد الدرج ديال الثومه اللي غادي نحكوه، وغناخد 150 غرام ديال الفرماج حتى هو من هنا، هذا اكثر من 150 غادي نحكوه حتى هي ونخلطو كلشي. هنا حكيت الفرماج، ها هو قطع السيبولات، حكيت الدرج ديال الثومه. دابا غنزيد الحك ديال الجبلي كله، الحك ديال الفرماج، وغادي نخلطو كلشي ونخليه جانبين ان شاء الله. دابا هي خمرات، ولكن راه باقي خصها تخمر مزيان. انا ما حسب كنزرب ما عنديش الوقت، ممكن نوريكم الوصفه كيفاش كتجي. دابا هي خمرات، المهم ضعف شويه الحجم ديالها كيف ما كانت. غادي نديكازيوها نوركو عليها بحال هكا ونعاودو عاوتاني نخليوها تطلع لينا مرة أخرى تخمر. نغطيوها ونخليوها تخمر عاوتاني، قد ما خمرت كتجي رائعة بحال هكا. نغطي عاوتاني. دابا العجينة ديالنا هي خمرت الخمرة الثانية، غادي نحيدو لها السلوفان وغادي نهبطوها، نحيدو من الغازات ونجمعوها ونزولوها من ديك الطاسة اللي كانت فيها، وغادي نحاول نجمعها على شكل بودان باش غادي نقطعوهم كويرات صغار اللي كتوزن كل وحدة 30 غرام. اللي عندها الميزان غادي تعبر بالميزان، اللي ما عندهاش الميزان راه العبر غادي يكون في يديها كما تيقولوا عينك ميزانك.
ديرهم ديرهم كويرات صغار بحال الحجم ديال المشماشه ولا البرقوقه بحال هكذا، حيت كيكونوا صغار غادي يكبروا مازال الفران في الخميره غيكبروا، ملي غيطيبوا يطيح في الحجم ديالهم. انا دابا غنعبرهم، هي الحاجه اللي عبرتها كتجي مقاده في البلاطو بحال هكا، لي بغيوش كريسات هذوك الغريبات حتى هما سميتها، حتى سميتو الكعبة حتى هي كتعبر. قد ما عبرتو الحاجة كتكون بيسات مقادين زوينين. انا غنكمل العبار هكذا ان شاء الله وغادي نكوروهم. دابا كملت التكوار ديال هادو غطيتو باش ما تهداش القشر من الفوق. غادي نحسبو شحال وحده عندنا وغادي نقسمو هاد الخليط على حسابو باش ما نضيعو حتى شي وحده. قسمو على حساب كل وحده، ديرو لي بار وحطوهم في شي طبسيل ولا شي حاجه. دابا انا قسمت الحشوه هو، وغندا دابا ناخد الكوار ديالي بسطا بحال غنعمرو بطيبيطات عامرين كنديرو، نجيب معلقه باش بسم الله ندير الحشو الوسط هذا ونجمعو. حاولوا ما تعمروهاش ما هذيك، دير حداكم شي بابي ديال الكوزينه اسويتو ثم كتجمعو. نعطيكم واحد البغيوش صدام مزيان تخليوش من تخرج الحشو بحال هكا شفتو، ونحطهم ونرجعو نتبعو التانية حتى هي كذلك. ديما نقفلو مزيان باش الحشو ما يخرجش لينا، نبقاو نقرصو فيها بحال هكا حتى ما تبقاش لنا كتبان حتى شي حاجه اللي غادي تخرج من الحشو. واحد الضريبه خفيفه بحال هكا ونرجع لبلاصتها، نبقاو على هاد المنوال هكا حتى كنساليوها. الخبيزات ديالنا كلهم ومن الاحسن نقسمو باش ما تحدها ما تبقى بلا حشو. الا قسمتوش ما غاديش يخرجكم هادشي، ديما فما تكون عندكم شي حشو قسموه، شوفوا العدد ديال الكريسات اللي عندكم وقسموا الحشو باش يخرجكم كلشي ياخذ حقه من الحشو. ما نطولش عليكم غادي نكمل هادشي ونتلاقى بكم. غناخذ واحد الطاوه نفرش بابي سيرفيغيزي وواحد لو سيركل اللي دهنته بالزبده من جناب، وغادي نستف هادو اللي بغا يديرو حتى مربع راه كيجي زوين بحال هكا. نعطيكم جوج الطرق، انا غنديرو شهدا ونديروهم دي بغيوش فرديين.
حاول نسطفو بطريقه زوينه باش يجيونا بحال الوريضه، يجيوش خايبين في المنظر. ما يكونش الفراغات بزاف فيهم. حتى الوسط هكا اوكي هنا. هكا الاخرى نحطهم عاديين في اللاطه. غادي نخليهم يخمروا مزيان، حاولوا تسدوهم مزيان باش ما يتحلوش لكم، باش الحشوه ما تخرجش لكم. نخليهم يخمروا مزيان وعاد ندخلهم يطيبوا. ملي خمرت لينا البغيوج ديالنا، شوفوا كيفاش جات. غناخد واحد صفار بيضه نخلطوه مع شويه د الحليب وواحد شويه د الملحه، هو باش غندهنوه ان شاء الله. وحاولوا دهنوا غير بشويه باش ما تهبطوش داك التخمر ديال البغيوج ديالكم. دهنوه بشويه حتى تكملوا الكميه كلها. شفتوا كيف جا الديكور ديال التستاف ديال الكوارات؟ كيف جا بحال شكل الوريضه. دائما حاولوا تفنوا في شي حاجه كتصوبها بيديكم، حاولوا تفنوا فيها. عندهن كل شيء ان شاء الله. ديك الساعات كتزينوا باش ما عندكم في الدار اللي كاين، كاين عندكم جنجلان، عندكم بافو، عندكم زرع الكتان، زرع القرعه، سانوج، اللي عندكم موجود ديروا به، ما تقيلوش داكشي اللي كندير انا. انا عندي غير جنجلان العادي وعندي زرع القرعه، هما باش غادي نزين ان شاء الله. دابا ناخذ الجنجلان غنديروا البغيوش اللي بوحديتهم. كنرشهم كلهم. والشهدا غندير لها زرعه ديال القرعه. والفران ديجا عندي سخون، كندخلوه البريوش 180 درجه حتى 190 20 دقيقه ونطلقوا في الشكل النهائي ان شاء الله. هذا هو الشكل النهائي ديال الشهدا ديالنا. ملي كطيب كتحيدوا له داك الساركل وكتخليوها طيب شويه. شوفوا كيفاش جات في الطياب هنايا، غير يسدو مزيان من التحت باش ما يخرج لكم الحشو. هذه راه خرج منها الحشو شويه، شي تقبه خرج منها الحشو. المبركه تجي روعه، ما نقولش لكم على المذاق، القرمشه وفي الداخل معلكه كتجي خطيره. حتى الطياب ملي كانت كطيب ريحتها طالعه من الفران، ما نقولش لكم شهوه منها. نتمنى تجربوا الوصفه ان شاء الله، وتلقوا في وصفه جديده وفيديو جديد ودرس جديد. واسالكم الدعاء لي ولوالدي. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.